الخير، مساء الحب، مساء الثقافة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء المواعيد الثقافية. كل عادة نتقابلوا كما كل مساء من خلال المواكبات وتغطيات على الساحة الثقافية، وكنطلوا عليكم أكيد بالجديدة الجديدة، ذيك علاش باش نخليكم تكتشفوا فقراتنا تباعا. مرحبا بكم لسي الكل. شكرا لطوق الياسمي. الحق يبان يا بنادم، ياللي ظالم كانك فاهم. هو المبدع الموهوب ربيع الزموري، صانع موسيقى دراما تونسية. دخل ربيع للساحة الفنية في التسعينات، أنجز العديد من موسيقى الأعمال الدرامية، أكثر من 10 أعمال في رصيده، من بينها نذكر كمنجة سلامة، مليحة، دار الخلاعة، فرحة العمر، صيد الريم، ناعورة الهواء، فيلم خشخاش. هو مايسترو بأتم معنى الكلمة. موسيقى درامية في نظره لغة وجزء من العمل الدرامي. أعمال دغدغت مشاعر المشاهد وبقات محفورة في ذاكرتنا. مؤخرا قام بإنجاز موسيقى نشيد وطني بإمضاء فيلم الفنانين جمعت أجيال مختلفة من الساحة الفنية، هما لطفي بوشناق وأسمى بن أحمد ونور القمر. عمل فني ضخم بإمضاء الموسيقي ربيع الزموري. على الأبرياء غلاة ولا يعصمون الدماء، فلا حرمة للحياة تصام بأبدلة مات فيها الوفاء. البدايات كانت في نهاية التسعينات، 97-98 تقريبا. كانت التجارب الأولى مع في المنصف الذبيب، وتجارب الرقص مع سيهان بالخوجة في ذلك الوقت، جينيريكات تلفزية، منوعات، إلى أن في 2000-2002-2003 بديت في تجارب سلسلات تلفزية رمضانية وسلسلات درامية ثم أعمال مسرحية ودرامية بصفة عامة. كل ما علاقة عنده علاقة بالموسيقى والصورة، الأفلام الطويلة، تجارب مع نوري بوزيد، سلمى بكار، محمد الزرن، برشة تجارب، أفلام قصيرة، أشرطة وثائقية في تونس والخارج، إضافة إلى أعمال مسرحية مع محمد إدريس وعز الدين كانون الله يرحمه، وعديد السلسلات التلفزية رمضانية، عند عزيز، سوبرات عند عزيز، لوتيل، النوعية ذيك الكل ما استحضرهاش كله، ولك العديد الأعمال. بالوقت هذا يزمها برشا وقت مش تعرف شنو العلاقة ما بين الصورة والموسيقى، وكيفاش كيفاش تزيد الإضافة للصورة عن طريق الموسيقى. ثم علاقة تفاعلية كبيرة برشا بين الموسيقى
والعمل الدرامي، نجاح العمل الدرامي عنده علاقة بنجاح الموسيقى، ونجاح الموسيقى أيضا عندها علاقة بنجاح العمل الدرامي. العلاقة هذه معناها عشت معها برشا واستغليتها حتى في الأعمال الأغاني، والواحد سواء في عندها علاقة بالعمل الدرامي أو خارج العمل. العنوان الأول وأول حاجة يتقبلها ويشاهدها المتقبل هو مش يشاهد العمل الدرامي، لذا مهم جدا في إعطاء النفس الأول وإلا الانطباع الأول عند المشاهد عن العمل. حتى في الأعمال الدرامية العالمية أحيانا الموسيقى تعطيك فكرة قبل ما تدخل تشاهد العمل، تعطيك فكرة على النوعية متاع العمل ومستوى العمل وحجم العمل. الجينيريك والموسيقى اللي تبدأ بها العمل الدرامي مهم جدا لإعطاء الانطباع الأولي للمشاهد، معناها اللي هو أول حاجة يشاهدها المشاهد، باعتبار أنه الموسيقى اللي عندها تأثير نفسي كبير كفن، معناها مجرد امتياز. لذا مهم جدا أنه الجينيريك يقع الاهتمام به بصفة مهمة جدا. كردة فعل فني على أثر الأحداث الأليمة اللي شهدتها البلاد التونسية في السنوات الأخيرة. الفكرة بدأت كفكرة شعرية ولحنية جمعتني بالشاعر والكاتب علي الواتي، اللي في نفس الوقت تربطني به أيضا علاقة صداقة. كانت الفكرة أولين أنا مش نعمله شريط صوتي، يعني أوديو نسجلوه فقط في استوديو. عملنا مطلب إلى وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار صندوق استثنائي لمكافحة الإرهاب تم دعم هذا العمل، ثم انضاف إليه فيما بعد عنصر الصورة، وانضم إلى الفريق معنا المخرج زياد لتيم اللي وقع الفيديو كليب. الفكرة متاع التعامل مع الفنان القدير لطفي بوشناق وأسماء بن أحمد وموهبة نور قمر هي فكرة أولا انطلاقا من نوعية الأصوات والمقدرة متاعهم التقنية في هذا النوع من الأناشيد، إضافة إلى فكرة الأجيال اللي فرضت روحها، لأنه الفكرة كل متاع النشيد عندها علاقة كبيرة برشا بأنه ماذا بينا نمس أكبر شريحة من المجتمع التونسي. الإعلامية اللي رافقت إعلان المركز الوطني للسينما والصورة ترشيح فيلم على حلة عيني للمخرجة ليلى بوزيد لتمثيل تونس في مسابقات الأوسكار، أصدر فريق إنتاج الفيلم بلاغ صحفي وضح فيه العديد من النقاط، منها أنه الفريق داف العمل على ترشيح الفيلم للأوسكار منذ شهر جوان فارت بالاتصال بالهيئة الرسمية المشرفة على القطاع في تونس وتقديم مطلب رسمي لوزير الثقافة آنذاك سيدة سونيا مبارك، أي أن الأمور تمت وفق ما تقتضيه الأعراف والإجراءات المنظمة لترشيحات الأوسكار. ترشيح الفيلم جاء بعد تشكيل لجنة اخترته من بين عدة أفلام أخرى وما صدرش على أي جهة رسمية ما يفيد ترشيح فيلم زهرة حلب، بل يقول البلاغ أن مخرج الفيلم هو اللي أعلن على ذلك عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وتناقلت وسائل الإعلام الخبر استنادا لتصريحات المخرج. وهنا يأكد بلاغ منتجي فيلم على حلة عيني أنه مخرج زهرة حلب
يقول كونه نقابة مخرجي الأفلام الطويلة ونقابة منتجي الأفلام هي اللي رشحت الفيلم تاعه للأوسكار. ويقول البلاغ أيضا: أنا رئيس نقابة منتجي الأفلام، سبق له وأن تقدم باستقالته في مارس الفرد. البقية أعضاء النقابة اللي تفاجئوا بالسيد يواصل الحديث باسم النقابة فيما بعد كأن شيئا لم يكن. ترتيب العشرة أفلام الأمريكية الأولى الأكثر تحقيقا للمرابيح في الأسبوع الفارط ما تغيرش برشا على الأسبوع اللي قبله، حيث جاء في المرتبة العشرة فيلم سنودن، وهو الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي أوليفر ستون اللي حقق مرابيح قدرها 18 مليون دولار خلال 3 أسابيع. وهالنوعية من الأفلام مش جديدة على المخرج اللي من أشهر أفلامه الفيلم اللي يوثق لاغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون فيتزجيرالد كينيدي، واللي عنوانه JFK، 3 أحرف الأولى من اسم ولقب جون كينيدي، واللي قام بطولته كيفين كوسنير. أيضا عالج عديد القضايا في التاريخ السياسي الأمريكي، مثل الفيلم اللي خصه للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون اللي استقال على أثر فضيحة ووترغيت سنة 74. أيضا فيلم بلاتون وفيلم بارن 4th of July، يعني مولود في 4 جويلية وهو يوم الاستقلال الأمريكي. والفيلم يحكي على مسرب الوثائق الشهير إدوارد سنودن، القصة حقيقية لأحد موظفي وكالة الأمن القومي الأمريكي اللي خرج آلاف الوثائق السرية لمواقع الأنترنت ودولت على أثرها وكالة الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والناس في مختلف أنحاء العالم. في المرتبة التاسعة فيلم بريجيت جونز بيبي، الفيلم الجديد للمخرج شارم ناغوير اللي حقق مرابيح قدرها 21 مليون دولار خلال 3 أسابيع. وهذا مش جديد على المخرج اللي قام بإخراج الجزء الأول من فيلم بريجيت جونز سنة 2001. الفيلم يحكي حياة بريجيت اللي تلقى روحها حامل وعاطلة عن العمل في وقت قالت فيه أنها مش متأكدة إلا 50% من هوية والد طفلها، وتصبح بذلك محور اهتمام الجميع. في المرتبة الثامنة فيلم دونت بريث، الفيلم الجديد للمخرج فيدي ألفارس اللي حقق مرابيح قدرها 84.7 مليون دولار خلال 6 أسابيع. بعد نجاح فيلم إيفل ديد يفاجأنا المخرج بهالشريط اللي يصير في نفس النمط، وهو الشريط الثاني في رصيده بالنسبة للأشرطة الطويلة. والفيلم يحكي قصة 3 لصوص يقتحموا منزل عامة لا حول له ولا قوة ويحاولوا الاستيلاء على ثروته الضخمة. في المرتبة السابعة فيلم كوين أوف كاتوي، هالفيلم جديد للمخرجة ميرا نير، فيلم فريد من نوعه وهي أول مرة تتطرق لهالنوع من الأفلام بعد ما تطرق لها العديد من المخرجين، نذكر منهم بوزياكين في فيلم Remember the Titans، وأيضا ستيفان فريرز في فيلم The Program، وفيكتور سلافا في فيلم Le Guerri Pacific، وإدوارد زويك في فيلم Le Prodige. وهو يحكي قصة فيونا موتيزي معجزة الشطرنج في أوغندا اللي تترك الأحياء الفقيرة لتصبح بطلة العالم. في المرتبة السادسة فيلم ماستر مايندز، وهو الفيلم الجديد للمخرج جارد هيس اللي يبهرنا دايما بتألقه في مثل هالنوعية من الأفلام، وهي الأفلام الكوميدية، وحقق في الأسبوع الأول من عرضه 6,600,000 دولار. ومن أهم أشرطة المخرج نتذكره نابليون ديناميت بطولة جون هيدر، وسوبر ناتشو بطولة جاك بلاك. الفيلم يحكي على دافيد اللي عنده عدة مشاكل مادية وينجح في سرقة 17 مليون دولار، لكن المشكلة أنه شركائه باش يكتشفوا الأمر. في المرتبة الخامسة فيلم سالي، الفيلم للمخرج والممثل الأمريكي العالمي كلينت ستود حقق مرابيح قدرها 105.4 ملايين دولار خلال شهر واحد. وهذا مش جديد على المخرج والممثل كلينت ستود اللي عالج عديد المرات هالنوعية من القصص، نذكر منها ليشانج، أمريكان سنايبر، وخاصة جي إدغار اللي يحكي قصة حياة جون إدغار هوفر مؤسس ورئيس
مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي FBI على مدى 35 سنة، واللي بعد 17 سنة من التقاعد ما غادر منصبه كان للمقبرة سنة 1972. والفيلم كما نتذكره الكل من بطولة ليوناردو دي كابريو، يحكي قصة سالمبرغر سولي الطيار اللي أصبح بطل، وهي قصة حقيقية بعد ما أنزل طائرته على طول مياه نهر هودسون الأمريكي وتفادى بذلك كارثة جوية كبيرة. الفيلم الرابع هو فيلم صور متحركة بعنوان ستروكس، وهو فيلم للمخرجين دوغ سويتلاند ونيكولاس ستور، وحقق مربيح قدرها 38.8 مليون دولار في أسبوعين. مختص الرسوم المتحركة المخرج الأول نيكولاس ستولر تعرف بالجزء الأول والثاني من شريط الصور المتحركة نو بيغ فوازان 1 و2. أيضا دوغ سويتلاند هذا إنتاجه الأول بعد خدمته الطويلة في قسم الرسوم المتحركة، حيث أخرج أفلام كبيرة كما توي ستوري في الجزء الأول والثاني. في المرتبة الثالثة فيلم ليست ميرسونير أو المرتزقة السبعة، الفيلم الجديد للمخرج أنطوان فوكوا اللي حقق مرابيح قدرها 61.6 مليون دولار في أسبوعين فقط. وهذا جديد المخرج فوكوا اللي كل مرة يفاجئنا بنوعية من الأفلام، حيث انتقل من الأكشن بشريط جوغ دو فورماسيون للتاريخي بشريط كينغ آرثر ولا لغوة أرتور، وهذا الشريط الأول في مجال الويسترن، وهي قصة للمخرج الياباني أكيرا كيروزاوا، وتطرق لنفس الرواية المخرج الأمريكي جون ستراجز في سنة 1960. أيضا وقع اقتباس فيلم شمس الزناتي اللي مثله عادل إمام وسوسن بدر في التسعينات في السينما المصرية. الفيلم هذا دور أحداثه في قرية مكسيكية صغيرة، وين سبع رجال يحاولوا باش يحميوا القرية من 30 عدو شرس. في المرتبة الثانية فيلم دي بوتر هوريزون، الفيلم الجديد للمخرج بيتر بيرغ اللي دايما يبهرنا بتألقه في مثل هالنوعية من الأفلام، وهي أفلام الأكشن، واللي حقق مرابيح قدرها 20.6 مليون دولار في أسبوع. ومن أهم أشرطة بيرغ نتذكر لغويوم بطولة جيمي فوكس، أيضا بيتل شيب بطولة ليام نيسون، وخاصة فيلم دي سون اي دي لارم بطولة مارك والبرغ واللي شارك أيضا في بطولة هالفيلم. والشريط مأخوذ من قصة واقعية، وهي أحدى أكبر الكوارث في تاريخ إنتاج وصناعة النفط في العالم. وفي المرتبة الأولى يجي فيلم ميس بيرغرين إلي زنفان بارتيكولي، وهو الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي تيم بيرتون اللي ديما يبهرنا بتألقه في مثل هالنوعية من الأفلام، وهي الأفلام الفانتاستيك. وحقق الفيلم مرابيح قدرها 28.5 مليون دولار في أسبوع، ونتذكره من أهم أشرطة بيرتون إدوارد دومان دارجان بطولة جوني ديب، سليبي هولو أيضا بطولة جوني ديب، وبيتل جويس بطولة مايكل كيتون. وإحنا دايما في انتظار الجزء الثاني من هالشريط. والشريط متاعه جديد اللي في المرتبة الأولى في التوب 10 للبوكس أوفيس الأمريكي، يحكي قصة جاكوب اللي بعد فقدان جده يكتشف عديد المؤشرات اللي تدل على وجود عالم غريب، وتبدأ المغامرة. هذا العدد من المجلة الثقافية طوق الياسمين، إن شاء الله باش نتقابلوا على امتداد أسبوع كامل دائما من خلال المواكبات والتغطيات للمواعيد الثقافية، وقاعدة توصلنا تفاعلاتكم معنا للبرنامج، إن شاء الله هذا ما ينجم يعطينا كان حافز أن نقدم لكم مادة طيبة وتليق بانتظاراتكم وبتطلعاتكم. أنا بقى لكم شكرا لكم، بون ويكاد، نتقابلوا نهار الاثنين في لامان، باي باي. شكرا لكم.